بطني. بابا آخر مرة أكلتي حمدون. يلا خذ دواك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ردينا على السالفة. عيزني هالولد، دوم يشرد عني. وانت ليش مغرب العمر؟ اذا ما يبى الدواء هذا اعطي دواء غيره. شو الدويات يعني؟ اعشاب طبيه، دوانا اللي نعرفها وناخذها من سنين. وابشرك دواء حمدون عندي. تخيلك تعال طالع حمدون وعطى الدواء فكه من عوقه. ها حمدون، يقولون بطنك يعور. الإنسان يوم يعبر شيء لازم يأخذ الدواء الصح. أدري إن الدواء طعم شين، بس أنا عندي دواء وايد زين. دواء مالول مالول شكله ما يخوف. لا ما يخوف ولا دواء مالول ما أضر، كلها أعشاب. ما أحسن دواء اللي جايبنه أبو شيخة، تقول عصير كوكتيل. يا دوك شو تسوين؟ بو شيخة جايب دواء حق اخوك جزاه الله خير، قلت انا عاده بزيد عليه خلطاتي الخاصه. ياه ما ظن حمدون بيحب ريحه هالدواء. امي اليهال اللي في عماركم ما يشاورونهم في الدواء. ما شاء الله عليك يا ابو شيخه، ما غلطت يوم جبتك تعالج حمدون. أنت متأكد أن هذه الأعشاب اللي بتها؟ أشو هذا؟ ريحته مبتذي. أقول أنت خبرت المهلال كيف تسوي الدواء؟ شرات ما خبرتني بالضبط، لا زيت ولا نقصت. أنا مو بعارف شو السالفة، السنين وما سوي الدواء أول مرة وحكي. غريبة ولا مو غريبة؟ أهم شيء الحين ولدي وبطني اللي يعوره. هل ولد كيف اختفي؟ ما أعرف، لكن ما عليه ما يروم يصير بعيد. لكن صدق بهلال، هل ولد كيف اختفي كبي؟ حمدون أنت فوق الشيرة؟ أكيد أنا. أنت شو تسوي فوق؟ حلول. يوفي وين ساير؟ مو شي، يوم قلت حلول أدور مكان أندس فيه. هيه هذا مكان زين. ليش تندس؟ أنا المريض مو بنتة. حمدون شكلك تعبان، تعال ارتاح في بيتنا. الله على الفكرة وايد حلوة، المكان خالي وما في حد. يلا حمدون تعال، انت وين ساير؟ بيتنا عشان يغير جو، يقولون وايد زين حق المريض. يغير جو؟ ما علي، ما عندي مانع ان كان بيغدي بخير. صدق يدي حمدون فديتك، انا باك تغدي بخير، ويمكن لو سرت بيت ياقوت خف عنك الويع. سر بارك الله فيك، سر مع ربيعه. على العموم أنا في يوم من الأيام كنت كبرك وعارف شو يعني الحلول. هذه غرفتي. الله عندك أشياء وايد حلوة. عادي تقدر تلعب في ألعابي، بس ارتاح أول أشوفك مصفر. أحم أنت منو؟ شو تسوي على فراش أخوي؟ هلا أنا حمدون، ياقوت قال لي أجلس هنا عشان أنا مريض. هين زين، هاي اللعبة غاوية، لعبة الممرضات. لا بس أنا لو سمحت، أنت بس المريض وأنا الممرضة. واي حليلك
حرارتك مرتفعة وايد وايد، واصلة أكثر عن المليون، كيف تخلي عمرك كذي؟ تدري؟ صدق كأنك مريض، أنت أشطر واحد يلعب هاللعبة. بس عاد عن الدلع، ليش ما تصير شاطر مثل سيد دبدوب؟ ياسمين، أنت شو تسوين؟ ليش تزعجين صديقي؟ أنا ما أزعجه، نحن أصلاً نلعب، بعدين هو ما قال شيء. حمدون أنت متضايق؟ ياسمين مشكورة بس أنا شفت؟ يقولني مشكورة، يعني مستانس وايد. أنت ينيت؟ أخاف تزعل. خاف تزعل؟ ياسمين عمرها 5 سنين، تدري شو يعني؟ ها؟ ما أعرف، لا يعني ما بتوقف عنك، كل دقيقة بتي وبتصير لين ما تلوع كبدك، صدقني بتخضبك. يا حليلها، شكلها بريء. كيفك؟ بروحك بتشوف وبتندم. يا قوتي بالغ ساعة. جاهز حق الدواء؟ الدواء؟ أي دواء؟ يعني ما بتوقف عنك. لحظة، شو هذا؟ حلو؟ زبدة فول سوداني وعسل؟ هذا دواء. شفت؟ صدق؟ جاهز للدواء مرة ثانية؟ أكيد جاهز. شو هذا؟ والله الدكتور يقول أنت محتاج دواء أقوى لأن مرضك خطير، فحطيت في الدواء أتار. واه، لا تحطينا مرة ثانية. والله بنشوف شو رأي الطبيب. صدقتني الحين؟ حان وقت اللحظة، هالمرة أنا باخذ الدواء بروحي. أنا كلمت الدكتور ويقول ما دام ما والمك الدواء الأولاني قرر يغير الدواء ويعطيك هذا بداله، وبس فيه العسل والكاكاو مع قطرات من المشاوى. شبعت ولا بعدك؟ بس أخاف تزعل. تدري؟ أشوف أحسن ترد بيتنا لأن الحين صار لونك أخضر. بيتنا؟ الله على الفكرة، حلوة وايد، ليش ما فكرت فيها من قبل؟ أنت وين ساير؟ بعدنا ما خلصنا لعب. خلاص، حمدون بيصير بيتهم. حمدون اتحمل، صد عنها بسرعة، اتحمل تطالع وياها. بس هي تصيح، ما اقدر اصيح بنوتة صغيرة. اه حمدون، وقت الدواء الثاني. لا 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 لا، انا حذرتك والله. انزين شو نسوي الحين؟ عندها قوة خارقة ولا شوف؟ عندي فكرة، يوم كلهم بيرقدون انتصر. حمدون يلا كلهم رقدوا. نشرت بدون صوت. انتوا الاثنين شو تسوون؟ وين سهرين في الليل؟ احنا كنا بس كنا اصلا يعني انا وياقوت. شو رايك نشيل الالواح ونشرد من النفق؟ سمبوسة وي سمبوسة. حمدة وين كنتي؟ محبوسة محبوسة في الحجارة، والفارة هندي هندي، والليلة عالتش عندي. هاي حمدة،
هلا أولاد، شو تسوون؟ حمدون بطنك أشوى؟ زين، بس حمدة لازم تساعدينا. أساعدكم؟ أساعدكم في شو؟ والحين ما أقدر أرجع حمدون بيتكم. أنتوا ما تعرفون الممرضة المزعجة تبالها دكتورة؟ يا سلام، ليش ما فكرنا بهالفكرة؟ يمكن لأن البنات أذكى عن الأولاد. ياسمين، الدكتورة وصلت. دكتورة؟ أي دكتورة؟ حالته صعبة، ليش ما خبرتيني؟ صعبة؟ كيف صعبة؟ أخاف المرض اللي في حمدون معدي ينتقل للناس. حاسة بشي؟ يمكن فيها حرارة، شوفي دكتورة. صبر، كيف نخلي حمدة بروحها مع ياسمين؟ لا تخاف، حمدة تعرف كيف بتتفاهم مع ياسمين. الحمد لله على السلامة. شو تشوف عمرك الحين أحسن؟ ها؟ لا يدي، أنا تعبان وايد. هيا ليش رجعت؟ كان كله تبغى تشرب حلول. يدي، اكتشفت ان في اشياء طعمها اخص من الحلول. حلول ويا عسل. خلاص بشرب الحلول.